حصلت المملكة على مشاهد حصرية من موقع مداهمة الحسينية في محافظة معان بعد تنفيذ قوة أمنية خاصة صباح الاثنين مداهمة لخلية إرهابية استشهد خلالها ثلاثة من رجال الأمن العام، واستشهد ثلاثة من مرتبات الأمن العام وأصيب خمسة آخرون خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد عبد الرزاق الدلابيح. وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي إن المشتبه به قتل وهو من حملة الفكر التكفيري، كما جرى ضبط ثمانية أشخاص آخرين وتحقيقات جارية معهم. شيع الأردنيون الشهداء الثلاثة من مرتبات الأمن العام الذين ارتقوا خلال أدائهم الواجب في مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية بمعان، وتم تشييع جثمان الشهيد إبراهيم الشجارين إلى مقبرة مجادل في العيصي بالطفيلة، وتشييع جثمان الشهيد الملازم معتز النجادة إلى مقبرة منشية معين، وتشييع جثمان الشهيد النقيب غيث قاسم رحاحلة إلى مقبرة صويلح. هذا وشارك ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله في تشييع جثمان الشهيد النقيب غيث الرحاحلة، وجرى تشييع الجثمان في منطقة الصوالح بحضور جمع غفير من المواطنين والمسؤولين وسط مراسم عسكرية. من جهتها أعلنت مديرية الأمن العام أن كافة التحقيقات والأدلة الجرمية ونتائج العينات الملتقطة من مسرح الجريمة أكدت أن الإرهابي المقتول في المداهمة صباح اليوم هو ذاته قاتل الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح. وأكدت المديرية أن الاتفاق كان بأن المخطط تم بقيام مجموعة من المتورطين بإشعال الإطارات في الشارع العام وإغلاقه، فيما أسند للإرهابي المقتول وشقيقه الأكبر مهمة إطلاق النار باتجاه رجال الأمن العام. هذا وأشارت المديرية إلى تطابق السلاح الذي استخدمه الإرهابي اليوم خلال المداهمة مع العينات الملتقطة من مسرح جريمة استشهاد العميد الدلابيح. ينضم إلينا الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة. دكتور بشير أهلا وسهلا بك. دكتور بشير، بالنظر إلى هذا المشهد والآن في ظل هذه التحقيقات والنتائج، نتحدث لربما عن بعض الأمور الأمنية التي يشير إليها هذا المشهد والتي يجب العمل عليها، ففي ماذا تتمثل هذه الأمور؟ بداية رحم الله شهداء الوطن ونعزي أنفسنا كأردنيين على هذا المصاب الجلل. حقيقة جهاز الأمن العام لم يقصر في التعامل مع القضايا الإرهابية والقضايا التي تخل بأمن الوطن والمواطن. ما حدث اليوم حقيقة هو تفريخ للإرهابيين صغار السن. قبل عدة سنوات استطاعت المخابرات العامة والأجهزة الأمنية من القضاء على أوكار الإرهابيين وإنهائهم في المملكة والقضاء على الخلايا الإرهابية، لكن تفاجأنا اليوم حقيقة بأن القاتل عمره 20 سنة، وهذا يعني أن المنظمات الإرهابية ما زالت تقوم بتفريخ أو تفقيص العديد من الإرهابيين صغار السن، وهذا لابد أن يتم الانتباه إليه وأن تعيد أجهزتنا الأمنية حقيقة تكتيكاتها الأمنية وأساليبها وخططها الأمنية في التعامل مع الخلايا الإرهابية من خلال التركيز على النشء الجديد من الإرهابيين صغار السن وإعادة النظر والمسح الكامل، المسح الأمني الكامل للتأكد من خلو المملكة من أفراخ الإرهابيين الذين بدأوا في تكوين خلايا أمنية في بعض مناطق المملكة. نعم،
إذا هذا التوريث لهذا المفهوم المتطرف، وكذلك لربما اليوم عودة للتذكير بأهمية الأخذ بعين الاعتبار، نقل هذا الفكر وسفره من جيل إلى آخر، هذه الالتفاتة اليوم ماذا يتوجب عليها وكيف يجب التوجه فيما يتعلق بالناحية الأمنية، خاصة بالإشارة إلى عمر الإرهابي الذي تم ضبطه في هذه وقتله في هذه العملية؟ نعم يا سيدتي، المنظمات الإرهابية قامت بتفريخ العديد من الإرهابيين الصغار في السن. لهذا أجهزتنا الأمنية كما ذكرت سابقا عليها إعادة خططها، وعليها إعادة دراسة الوضع الإرهابي في الأردن وتقييمه بشكل جيد، والتركيز على النشأ الجديد من الإرهابيين ودراسة وما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور جيل جديد من الإرهابيين في مناطق المملكة، دراسته بشكل مفصل بشكل موسع للوصول إلى الأسباب التي أدت إلى ظهور النشأ الجديد من الإرهابيين عليه، وبعد ذلك يتم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذا الوضع الجديد من الإرهاب في الأردن، خطط أمنية، تكتيكات أمنية على مستوى المملكة للقضاء نهائيا على الأفراخ الجديدة من المنظمات الإرهابية في الأردن. فعلى أجهزتنا الأمنية إعادة وضعها وإعادة النظر في هذه في هذا الوضع الجرمي، ووضع خطط تتلائم وتتناسب مع هؤلاء النشأ الجديد، وعليها ايضا ان تقوم بدور التوعية مهمة جدا للأهالي للمواطنين. وعدا ذلك يقودني هذا من خلال بيان الأمن العام أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد. هنا لابد على الدولة وعجز الأمنية أن تقوم بصياغة قانون الأسلحة النارية والذخائر بأسلوب وبمواد تتناسب مع الفترة التي نعيشها، وهي كثيرة الاعتداء على رجال الأمن العام من قبل المنظمات الإرهابية. لا يعقل أن يبقى قانون الأسلحة النارية والذخائر كما هو حاليا. لا يوجد بيت في الأردن إلا فيه قطعة أو قطعتين أو حتى ثلاث قطع من الأسلحة النارية. الحكم في هذه الأسلحة هي مصادرة السلاح الناري، وقد لا تتجاوز المدة المحكومية كم من شهر، وبالتالي يطلع بكفالة. لابد من تجديد وتغليظ العقوبة على كل من يحمل سلاح ناري، خاصة إذا كان أوتوماتيكي كما حدث في معان، حيث تم ضبط أسلحة أوتوماتيكية مع الإرهابيين. لابد من إعادة النظر، لابد أن يعني نصحى ننشط كأجهزة أمنية كدولة. يجب أن ندرس الوضع الأمني من جديد في الأردن بشكل موسع بشكل متأني، دراسة متكاملة، حتى نقف على الوضع الأمني في الأردن الآن. أين نحن نسير وأين نحن الآن وأين نحن نسير من خلال أين نحن وأين نسير هذه الفجوة؟ لا من خلال الدراسات ومن خلال إصلاح وإعادة الطريق إلى صحيحة وإجراءات تصحيحية، سواء لقانون الأسلحة سواء لدراسة الإرهابيين لماذا ظهر جيل جديد وأفراخ جديدة من الإرهابيين. هذا كله يجب أن تقوم أجهزتنا الأمنية بإعادة الدراسة للوضع الأمني في الأردن يتناسب ويتوافق ويسير بشكل موازي مع الظروف الأمنية التي نعيشها نحن في الأردن والظروف الأمنية المحيطة في وطننا، وهي كثيرة جدا. ووطننا معرض، ليست نظرية المؤامرة، وطننا معرض
من قبل الجماعات الإرهابية ومن قبل مهربي السلاح ومن قبل مهربي المخدرات، محاولة إلى تفكيك المجتمع الأردني ومحاولة إلى زرع هذه الأسلحة النارية والمخدرات والفكر التكفيري والفكر المتطرف بين المواطنين وخاصة فئة الشباب. فئة الشباب لابد من إعادة النظر فيها، لابد من التركيز عليها من قبل أجهزتنا الأمنية، لابد من دراسة وضع الشباب بشكل عام ولماذا توجهوا مباشرة إلى الفكر التكفيري وبالتالي معالجة المشكلة من الأصل. لا نريد، ما قصرت أجهزتنا الأمنية، استطاعت إلقاء القبض على الفاعلين، استطاعت تصفية القاتل الذي قتل زميلنا وصديقنا العميد عبد الرزاق دلبيح، إجراءات سليمة ما قام فيها الأمن العام سليم جدا. وأجهزتنا الأمنية نقول للمشككين الذين شككوا بأجهزتنا الأمنية وبإجراءات أجهزتنا الأمنية، جهاز الأمن العام قوي وجهاز المخابرات لدينا، ولكن عندما تكون هنالك مداهمة قد يقع إصابات أو استشهاد بين صفوف قوة الأمن العام، وهذا إذا أخذناه بتجرد كامل شيء طبيعي أن يسقط شهيد أو يسقط. أيضا الالتفات إلى ما يحدث في المحيط إقليميا ولربما تأثير ذلك، حيث أننا نسمع الكثير من الأخبار عن نشاط لخلايا كانت نائمة في دول مجاورة. نعم، للأسف نحن نقع كأردن في منطقة حبلى بالزلازل والبراكين، حبلى بالمشاكل الأمنية وغير الأمنية، وبالتالي وطننا مستهدف. جميع حدودنا تقريبا إذا ما استثنينا الحد الجنوبي، نحن نقع في منطقة فيها الكثير وحدودنا على تماس مباشر مع كثير من التنظيمات الإرهابية والميليشيات، وبالتالي هذه تحاول أن تتغلغل داخل الأراضي الأردنية من خلال تجنيد لها مصادر وتجنيد لها عناصر داخل الأردن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال بث مواد إعلامية في مواقع أو في منصات التواصل الاجتماعي. لذلك لابد أن نصحى وننتبه إلى حدودنا والمناطق المحيطة بنا من خلال ما تصدره من أفكار تكفيرية، من خلال ما تصدره من مخدرات، من خلال ما تصدره من أسلحة نارية. هذه تعمل ضمن خطة مبرمجة وممنهجة لها أهدافها، الأهداف القريبة وأهداف مستقبلية. فلا بد كما ذكرت أنه أجهزتنا الأمنية أن تعمل وتنشط داخليا، والانتباه إلى الوضع الأمني الموجود في الدول المجاورة لنا، ويحاول تصدير مشاكلهم الأمنية إلى داخل الأراضي الأردنية وبالتالي إحداث الفوضى والخلل الأمني. ثقتنا كبيرة جدا بجهاز المخابرات العامة، بجهاز الأمن العام للقضاء على النشء الجديد، على الأفراخ الجديدة من الخلايا الإرهابية والمنظمات الإرهابية، كما فعلت بالقضاء على الجيل السابق من الإرهابيين وتجفيف منابعه ونبش أوكاره. وعشنا خلال السنوات الماضية في بحبوحة أمنية نتيجة هذه الجهود الأمنية من قبل دائرة المخابرات العامة وجهاز الأمن العام. الآن آن الأوان أن تنشط هذه الأجهزة للقضاء على أفراخ الإرهابيين والقضاء على الفكر التكفيري وبحرص أجهزتنا الأمنية. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني الدكتور بشير أدعجة. هذا وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع عدم تداول أخبار ومعلومات غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالمصابين وحالتهم الصحية، وأكدت أنها المصدر الرئيسي للمعلومات ولن تتوانى عن نشر أي تفاصيل أولا بأول. وأضافت أن كل من ينشر مثل تلك الشائعات والمعلومات الخاطئة ستتم ملاحقته وفق أحكام القانون.